كيلو عايز تاخد من هنا تعالى هنا تعمل نفس كيلو مش عارف طبعا على حسب الاستريشنز الغزل والصباغه والتجهيز والمعالج هي الملابس الجاهزه والمنسوجات وما شاء الله يعني شفت حجم وعدد منتجين وكميه تصدير رائعه. انا بعد المنتجين اللي هو بياخدوا بذور واقمشه بعتهم باذن الله لظرف سنه ونص هغيروا رايهم وهياخدوا تاني المنتجات المصريه تبقى اكثر منافسه واكثر جوده بالتاكيد باذن الله. طب ماذا مثلا هذا الحجم بالنسبه للسوق المصري هذا حجم المنسوجات والملابس؟ لا الصناعه دي بتاعتنا اساسا بالزراعه لانه احنا عندنا شغلنا تصدير الفكره بس انك بدل ما تصدر قطن انك لابد انك تعمل على اضافه قيمه مضافه من القطن الى الغزل الى النسيج الى الملابس الجاهزه كلما اضفت انت بتحصل على تقريبا لو صدرت القطن وصدرت مقابل القطن ده ملابس جاهزه انت بتعمل 8 اضعاف القيمه المضافه رائعه وبتنتشر وبتصدر باذن الله نشهد يعني صادرات اضعاف اللي احنا بنتكلم عليه النهارده مع تحسن البنيه التحتيه في الغزل والنسيج زي ما قلت لك احنا الصناعه دي قطاع عمل عام واحنا مش منافسين النهارده باذن الله في سنه ونص نبقى منافسين جدا.